الحالة يا دولة، الحالة يا دولة، أمي بعتت لي التليفاكس يا دولة. طب والتليفاكس ده اتكسر منك يعني وأنت جاي في السكة عشان كده بتعيط؟ لا يا دولة أنا بعيط بسبب التليفاكس يا. وقف لك في زورك يا، اشرب شوية مية. يا دولة أنا مهما شربت صغير، أنا مهما عليك مش فوق. مهما يا رمزة هتتغير مش هنسى إن أنا مخنوق. اللي اتغير قلبك أنت، أصلك واخد عن نسيان. طب مخصوم لك 6 أيام. ليه يا دولة؟ نفس الوزن، عن نسيان 6 أيام، وعارف كمان مخصوم لك 10 أيام. لا على فكرة بقى دي أنا دولة بقى مش على نفس الوزن بقى، علشان كده كسرت القفلة. القفلة؟ ده على أساس إنها قصيدة كهربائية يعني أي كلام بتقوله. طب بتعيط ليه دلوقتي؟ بتعيط ليه؟ أمي اللي في مقام والدتي يا دولة، وطول عمري بجاملها وأقول لها ياما. يا سلام، يعني هي كانت الأول مرات عمك ومع الأقدمية بقت أمك يعني ولا إيه؟ لا يا دولة، هي أمي من زمان قوي، بس هتتجوز يا دولة، هتتجوز وتسيبني يا دولة، هتسيبني يا دولة. طب سيبني أنا، سيبني بقوله. طب وإيه المشكلة يعني ما تتجوز وتسيبك؟ إيه اللي هيحصل يعني؟ هو أساسا كانت عايشة معاك؟ لا يا دولة، هي صورتها ما بتفرقش خيال يا دولة، ما بتفرقش ذهنيتي. أنا مش فاهم، يعني أنت زعلان دلوقتي عشان هي هتتجوز؟ لا يا دولة، أنا زعلان عشان هي هتبيع البهيمة سونيا. البهيمة سونيا؟ يعني أمك اسمها رمزية والبهيمة بتاعتكوا اسمها سونيا، ده إيه التفرقة دي؟ يا دولة البهيمة سونيا دي هي اللي رضعتني وهي اللي ربتني وكانت دايماً بتحميني بلسانها. الجاموسة بتحميك بلسانها؟ ده إيه النظافة اللي أنت فيها دي؟ وبعدين هي اللي رضعتك، طب دي حاجة كويسة أوي. على كده بقى أنت ليك إخوات في الرضاعة يا رمزي؟ يا دولة أنا كل البهايم اللي في البلد إخواتي في الرضاعة. بس على كده هتبقى مشكلة كبيرة أوي إنك مش هتعرف تتجوز أي حد من البلد، كلهم إخواتك في الرضاعة. أقول لك بص، ممكن تتجوز من أي بلد تاني أو سوق التلات، يالا مليان بهايم كده. يا دولة وأنا عندي دماغ بقى أقعد أفكر في الجواز والكلام ده وأنا الدنيا تلاقي. والله صراحة يعني يا رمزي أنا عمري ما هلاقي زيك يعني. أمك هتتجوز مين بقى؟ أبو سونيا؟ لا يا دولة، أبو سونيا الله يرحمه من زمان وقع في الساقية. أمي هتتجوز الواد جليطة. طب وأنت زعلان إنها تتجوز؟ ما تسيبها يا عم تتجوز، سيبها تتجوز وتفرح بشبابها أو تفرح بشبيتها. طب يا دولة أنا دلوقتي أعمل إيه طيب؟ تعمل إيه؟ بص يا سيدي، روح هات لنا بقى 2 كشري. حاضر. دولة يا حبيبي، بقول لك إيه يا دولة يا ابن عمي يا حبيبي، أنا دلوقتي عايز يعني أجيب البهيمة سونيا، أقوم فرش لها هنا هون في المخزن وتقعد بقى هنا هون كده علشان أرجع أنام في حضنها تاني وأشعر بالحنان من تاني يا دولة. عارف هذا رمزي، لو جبت الجاموسة دي بس من قدام باب البازار عارف هعمل إيه؟ مش هتقدر تمد إيدك عليها طول ما أنا عايش يا عادل يا سعيد. بتعلي صوتك عليا يا قد، أنا أقتلك يالا. ولا احترم نفسك، ده أنا ممكن أبلغ بتوع الكلاب يجوا يضربوها بالنار. لا يا دولة الأول، لا يا دولة. لا خلاص أنا كنت بهزر يالا يا رمزي. يا دولة يا دولة، يالا رمزي بتوع الكلاب مالهم ومالك يا عميس يالا. لا يا دولة ولا يا دولة، يالا بهزر يالا. ولا يا دولة. هاني الودن عليه ونسيت ونسيت. صباح الفل يا دولة. ايه ده؟ درست التماثيل كلها، الطلبية كلها، ايه ده؟ ايه النشاط اللي انت فيه ده يا رمز؟ كل حاجة حصلت يا دولة، بس ما عدا بس الملك أمون والملك بتاعي. ملك بتاع ايه ده؟ بتاع الأسرة الـ15 يا دولة. ده بقى رصيت الورق بتاع البردي ده، ايه الحلاوة دي يا رمز؟ أيوة دولة، علقت على ورق البردي وعلقت على الشاي كمان يا دولة. حلو حلو كده، يبقى انت خلصت كل المطلوب منك، روح حضر لنا فطار بقى. لا يا دولة، ما انا اول ما صحيت بدري النهارده الصبح قمت فاطر بقى كل الفطار. فاطر كل الفطار؟ طب كان في علبة جبنة نستو ورغيف فينو بتوعي. حصل يا دولة حصل. كلتهم هما كمان؟ ماشي يا عم بالهنا والشفا. طب كان في 2 صباع موز كمان بتوعي. بالقشر. كلتهم بالقشر. يا رب القشر بتاع الموز يقف بقى جوه بطنك ويزحلقك يا رمزي. ايه النشاط والاكل الكتير اللي انت كلته النهارده ده؟ مش عارف يا دولة، انا صاحي الصبح بدري كده وانا حاسس بحاله متغيبه كده وانا حاله من النشاط الغريب. متغيبه او من النشاط؟ الاثنين عكس بعض يا ابني. حدد. ولا رمزي شوف الزبون. عينيا يا دولة. اقم. هلو، اي وان دي. دي ولا دي؟ ولا يا رمزي بطل نماضة. What do you want sir? I want D. رمزي الديلو بتاعت نفرتيتي دي 20 pounds. يعني ب50 جنيه إن شاء الله. بيتك 20 pounds. 20 pounds. Thank you. شكرا. نظفة وديها له يا رمزي. حصل يا دولة من بدري، اتفضل. What's this? What happened sir? ده electricity. Electricity كهرباء؟ ده كهرباء. أنا عايز فلوس. عايز فلوس. ماشي بالراحة، اتفضل. أدي فلوسك. كهربي ايه يا رمز؟ عملت ايه يخرب بيتك يا راجل؟ الراجل ده وانا يا دوله باين عليه ملبوس، ده ليه ماما مغليه في الحمام مثلا ولا ايه ده؟ بيقول لك بالكهرب، وريني ايه ده. هو يا دوله ما بيتكهربش يا دول. ايه اللي بيتكهرب فيه؟ ما بيتكهربش ولا حاجه.
ماشي، هو ملوش نصيب فيه بقى، روح ودي. يالا ايه دولا؟ في ايه دولا؟ انت كمان؟ انا كهربت، انا كمان التمثال بيكهرب. يالا يا عم ما بيكهربش، اهو يا دولا، اهو 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 اهو، مفيش حاجه، اهو يا دولا. اه صح، ما بيكهربش. ماشي خلاص، روح شوف شغلك انت يا رمزي. يا رمزي ايه دولا؟ اثبت بقى، ما تغلبنيش، هربط لك دين بس. انت ايه يالا؟ مش بني ادم ولا رمز. سيبه 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 سيبه. انت يالا رمزي يعني وانت صغير كنت بني ادم زينا كده يالا؟ مش فاكر يا دولا، لانه كنت وانا صغير كنت ساعتها صغير فمش فاكر حاجه. يا سلام، وانت صغير كنت صغير يعني مثلا ما كانش فيه بوادر ظهور، مثلا حوافر، فروه، ديل؟ كان في ديل يا دولا على فكره. كان في ديل وانا صغير، كان في ديل بس ديل زغنطت زي بتاع المعزه كده، مش ديل كبير اللي هو بتاع الجاموسه، لا. وبعدين الحمد لله بقى خالت ام لبيبه شالتهولي بقى وانا صغير، والحمد لله ما طلعش لغايه دلوقتي. كده بقى شكوكي في محله. شكوكي ايه يا دولا؟ اسمه شكوكو، وبعدين ما كانش عنده محل يا دولا. يلا تهبل يلا، مش فاهم حاجه يا عم. مش اهلا 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 اهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا معلمين البازارات كلها. اهلا وسهلا، اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. انا ولا رمز ولا رمز بسرعه، روح على الكراسي يلا. لا انا بحب اقف يا دولا. اه مش هتقعد يعني؟ اهلا وسهلا، تشربوا ايه؟ احنا جايين نشرب. امال ايه، جايين تاكلوا ولا ايه؟ لا احنا جايين لك في كلمتين وبس. ده تعمل لي فيها فؤاد المهندس الله يرحمه. عموما تقول كلمتين، تقول ثلاثه، تقول 10، ان شاء الله تقول الكلام كله براحتك. لا يا دولا ايه يعني، هو لما يقول الكلام كله احنا بقى هنقول ايه؟ ما يسيب لنا كلمتين نمشي بيهم كده اهو. ولا انت متاكد ان ام لبيبه شالت الديل كله؟ بص يا عادل، احنا قررنا نعمل رابطه بازارات. اه رابطه بازارات، وجايين لي طبعا اكيد يعني عشان عايزين تنتخبوا رئيس الرابطه، صح؟ مفيش غير المعلم تيتي هو اللي مرشح نفسه وبس. المعلم تيتي؟ معلم تيتي ايه؟ معلم تيتي ده ساقط ابتدائيه، انما انا بقى ساقط دبلوم. خلاص رشح نفسك للمنصب وما يبقاش في المنصب غيرك انت وهو وبس. عموما تيتي ده لو دخل قدامي في المنصب همسحه. دول هسيبهولي انا بقى وانا همسحهولك وانا بمسح البازار امبارح الصبح. عموما الانتخابات معقوله، واللي هيقدم فيكوا افضل خدمات لاصحاب البازارات يبقى هو اولى بالمنصب. وفي مرتب ثابت لرئيس الرابطه، 1000 جنيه مصري فقط لا غير لرئيس الرابطه. طب وانا بقى رئيس سكرتير الرابطه ملوش اي حاجه؟ 1000 جنيه فقط مصري لا غير لرئيس الرابطه وبس. عموما انا مش هممني موضوع الفلوس خالص، لان احنا رجال اقوال وليس رجال افعال. ايوه، وبعدين احنا ما بنفكرش غير في نفسنا وبس. على خير الله، يبقى معادنا بعد بكره على القهوه عشان الانتخابات. ماشي، عارف اتحضر ايه هتافات؟ ايه يا دولا؟ قول. دولا 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 حلاوته مش مع حق علينا. ايوه ياما، والحق لازم يرجع لصاحبه. أيوة الحق، والحق حبيب الله. حقكوا عليا انتوا الاثنين، خلصونا. هتعملوا ايه في موضوع الجاموسه سونيا دي؟ شوف يا رمزي، انا لازم ابيع سونيا دي علشان انا لازم اشوف مستقبلي. ايوه يا اما، ما انا عارف يعني ان انت لسه في براعيم الشباب، لكن برضك يعني ما تنسيش ان سونيا دي يا ما شالتك، يعني يا ما كنست لك الدار، ويا ما زغطت لك البط، ويا ما حطيت لك كمادات لما كنت بتسخني. ده ايه الجاموسه العجيبه دي؟ انتوا جايبينها من السيرك ولا ايه؟ ايوه، امها كانت بتشتغل في السيرك الدبلوماسي، بس اهو لو جالك الطوفان حط سونيا تحت رجليك. يا اما بص اسمعي بقى، انت لو رميت سونيا دي انا هاجي اولع في محصول الزباله اللي انت زرعاه. انتوا زارعين زباله؟ ما شاء الله، زارعين ايه بقى؟ صفايح فاضيه مثلا وازايز زيت فاضيه؟ اسكت انت يا دولا بدات. بص والله العظيم لساني طولك بلفظ نابي. لا انا اسف يا استاذ رمزي، اتفضل اخلص عشان امك موجوده. اخلص يعني انت اللي مزعله حكايه البهيمه سونيا؟ ايوه ياما، بص بقى يعني ما هو بصراحه يعني ما يرضيش ربنا احنا نرمي سونيا بعد العمر ده كله، وبعدين احنا لازما يعني احافظ عليها لانها بمثانه امي. مثانه امك؟ هو اكيد تحال ابوك بقى. بص يا دولا والله العظيم لو مسكت بص ايدي هتطولك بالشلوط. ايدك بالشلوط على اساس ان انت ماشي باربع رجلين؟ اتفضل، انا اسف اسف. طب انت ايه رايك يا رمزيزي؟ هاي رمزيزي التاني يلا. يعني رأيك ان احنا ناخد البهيمة سونيا ونحطها مع البهيمة ميمي والبهيمة فيفي في الزريبة بتاعت جليطة؟ اسفا متأسففا يا اما، مش موافق الا اذا هي اللي طلبت كده. وهي هتطلب كده ازاي يعني؟ هتفتح عليها الزريبة تلاقيها محضرة الشنطة بتاعتها؟ عارفة ان هي مش هترضى الا لما تقنعها انت. خلاص يا اما ما تزعليش نفسك، من العين دي قبل العين دي، انا هكلمها في الموضوع. معقولة
معقولة رمزي بيكهرب؟ اه يا ماما بيكهرب، كل ما المسه اتكهرب، غير بقى ان اي حد من الزباين يدخل عندنا البازار يجي يتكلم معاه يلمسه وياخد حاجة منه من البضاعة يكهرب على طول، ده غير بقى كمان ان كل تصرفاته اتغيرت. قصدك ايه يا عادل؟ يعني رمزي ده سلوكه كلها اتغيرت؟ ايوه برافو عليك يا حماتي، هي سلوكه، كل سلوكه دخلت في بعض. في تفسير علمي بيقول ان الشحنات الكهروستاتيكية ساعات بتزيد عند بعض الناس. ايوه برافو عليك يا نجلاء، هي فعلا كهروستاتيكية، تحس ان استيكة دخلت على مخه ومسحته كله. على العموم رمزي طول عمره كده دماغه قافله. يا ريتها قافله يا ماما، ما كانش حصل مشكله، المشكله بقى ان عنده كهربا بزياده مستمره طول الوقت. طب يا عادل ما دام عنده الكهربيشن في الليجن ده زايد شويه عنده، يعني طب ما تشد السلك دوت ولا تشوف كوبسه فين وتخلعه. معقولة يا حمادي؟ في بني ادم بيبقى ماشي في الشارع كده ماشي بكوبس؟ لا، احنا مفروض ندور على المفتاح العمومي ونفصله. طب هقول لك بقى فكره تانية، ما دام في بني ادم عنده كهربا زايده جدا في جسمه، انت المفروض تفضيها له. افضيها له ازاي؟ افضيها له في ازايز ولا مثلا اخليه يشحن موبايلات؟ يعني ما تسمعش كلام حماده، دي ست عماله تخرف، الكلام اللي بتقوله ده كلام تخريف، طول ما هي قاعده عماله تعمل احمر وابيض واصفر وحاجات. يا سلام يا سلام يا سلام يا اختي، مش لازم اكون ماسكه فلايه وعماله اشيل البيبه اللي في شعري. بس بقى خالص اسكتي انت، ده وقت خناق، ده وقت خناق ماما حماتي. وبعدين هو انا في مشكلتكم دلوقتي ولا في مشكله البازار اللي هيتخرب زياده ما هو مخروب بسبب رمزي ده؟ طب اقول لك ايه، ما تعرضوا على واحد متخصص في الكهرباء، كهربائي يعني. اه والله يا ماما دي ممكن تبقى فكره كويسه، بس ربنا يستر بقى. مين يا بابا؟ ده عمو رمزي يا حبيبتي. طب ما تشوف وترد عليه. لا ايوه عمو رمزي دلوقتي. يا جماعه الموقف حرج جدا وصعب جدا، انا دلوقتي حاسس والله اعلم ان انا مستهدف، فلازم تقفوا جنبي يا اخوانا. فهمناك يا بيبي، يعني انت بتدور على الاستقرار الداخلي. بالظبط بالظبط يا رانيا، انت فهمتيني فعلا، الاستقرار الداخلي. يعني مثلا التاريخ بيعيد نفسه، يعني عندكم الزميل غاندي، ايه سر نجاحه تفتكروا؟ عارفين ايه سر نجاحه؟ ايه دول؟ حب الناس ليه. انا عايزه اقول لك يا بيبي ان احنا قلبا وقالبا معاك، وبنتمنى لك معركه انتخابيه موفقه. عادل جود 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 فيري جود لك. عادل ده عيالك يا حبيبي، من قلبي ده عيالك. وان شاء الله الانتخابات اللي انت داخل فيها يا سي عادل دي واخد رمز ايه؟ انا رمز مش رمزي، رمز شيء خالص يا حمار. انا واخد رمز المقاشة ان شاء الله، لان بالرمز ده اقدر، اي استطيع ان انا انزل واكنس كل المتسابقين اللي قدامه وقوتيتي، بس اكنسه. حط مقاشة على مقاشة، دول حبيبي دخل العشة. حط مقاشة على مقاشة. ايه كمان يا اختي؟ وجابلي من كاش اكنس بيه وافرد بيه شعري، اصلا انا حنيته. ده بالفيس يعني تيس؟ احنا ما عندناش في البلد حد بيربى تيوس. ويا اختي جليطه، ده شافك فين ولا عرفك فين؟ اقولك اصل هو تقدم لي قبل ابو رمز ما يتقدم لي سنه مفاحته الكنال، وكان يمشي يزعق في البلد ويقول يا رمزية انت فين يا رمزية، وحشتني يا رمزية. على ايه يا اختي؟ ايه اللي على ايه؟ ده اني احلى واحده في كفر الدبانه. طيب اهم حاجه بس يا ام رمزي، عملتوا ايه في موضوع الجاموسه سونيا دي؟ انا شيعت اجيبها في عربيه نص نقل، وجليطه اصرصر انه ما ياخدش مني ولا ملم في النقليه دي. يا سلام. طب بعد ما تجيبوها بقى بالعربيه النص نقل، يعني هتحطوها فين دي؟ ما انت عارف بقى، اهو رمزي لما قلنا له يروح يقعد جنب الجاموسه ما رضيش، وقال لا انا اقعد جنب اكل عيشي لحسن حد ياكله ويلقطه مني. حطوها في بير السلم. حطها في بير السلم؟ وبالمره تحرس لنا العماره بدل الكلب. جرى ايه يا راجل انت؟ انت اتلهطت في مخك ولا ايه؟ هو في جاموسه بتحرس عماره؟ يا سلام، هي دي اللي وقفت في زورك يعني؟ طب ما كانت من شويه هي اللي بتكنس الدار وهي اللي بتزغط البط. دي حاجه تانيه خالص، المهم ان رمزي يقنعها ان هي تسيب الزريب، وجليطه اشترت علي يعني انا طلعت نمره الدكتور من الدليل وكلمته زمانه على وصول، ان شاء الله يظبط لك ضغطك العالي ده. لو سمحت ادولا كنت ارجع مكانك، ارجع مكانك، انا ناقص كهرباء. ارجع ماشي ادولا. بقول لك ادولا، هو انا كده ان شاء الله يعني ممكن انور زي نور الشريف؟ طبعا وزي عمر الشريف كمان. كفايه بس يا رمزي انك انت تمشي في الشارع الناس ما تبقاش قرفانه منك، بالعكس ده هيقولوا لك بقى ايه، منور يا رمزي.
اهلا وسهلا حضرتك الدكتور. انت الاستاذ عادل؟ عادل سعيد. ايوه يا فندم انا عادل سعيد. اهلا وسهلا. عادل عادل ولا سعيد؟ انا عادل سعيد ان حضرتك شرفتنا دكتور. انا الدكتور سليمان كوفرية، استاذ الرعايه الكهربائيه الشامله، ماجستير في افلات الضغط العالي. يا اهلا وسهلا يا دكتور، حضرتك نورت. انا قصدي قلبت الدنيا يعني على عنوان حضرتك عشان اجي لك العياده صراحه يعني. لا ما فيش تعب ولا حاجه، انا كمان اصلي ما عنديش عياده. انا لو اعرف عنوان المستشفى اللي حضرتك بتعالج فيها الناس كنت جيت لك يعني. انا ما بشتغلش في مستشفيات، انا عندي محل. محل؟ حضرتك بتعالج الناس تكاوي ولا ايه؟ شوف انا ما بكسفش، انا بروح اشوف العطل بنفسي. العطل هو اللي عندنا برضو حضرتك يعتبر عطل يعني. طيب فين بقى، فين المشكله؟ المشكله اللي قاعد هناك ده حضرتك. يا استاذ انت فهمني غلط، انا ما بعالجش بني ادمين، انا كهربائي. كهربائي؟ امال ايه حكايه الدكتور اللي مكتوبه دي حضرتك يعني؟ ده لقب انا اخذته وانا بشتغل في مستشفى الامراض العقليه المجانين، وانا بكهربهم. حضرتك يعني وانت بتكهربهم يعني خدت لقب اللي هو دكتور؟ ده حاجه كويسه قوي حضرتك. هو اللي عندنا مجنون برضو اللي اسمه رمزي الاهمال، ده يعتبر مجنون حضرتك ومحتاج علاج، بس هو بصراحه يعني هو اللي بيكهرب الناس حضرتك. بيكهرب الناس؟ زي هو اللي بيكهرب الناس. حضرتك يعني تقدر تعالجه يعني معنا؟ طبعا طبعا. اتفضل حضرتك. ماشي. تقلقش يا رمزي، انا عالجك انا عالجك يا رمزي. اقول لك على حاجه، ارجع ارجع. ده هربان من المستشفى باين بتاعه المجانين. اسكت واضي على الجد. اسكت. ماشي افتح بقك. ايه ده دكتور ده؟ افتح بقك. تحت لسانك. ايه يا دكتور؟ ايه يا دكتور؟ خيش خير؟ ايه اللي حصل يا دكتور؟ ده كهربته عالية عالية قوي. كهربته عالية؟ دولة عالية ايه دولة؟ انا بخاف من الحاجات العالية قوي يا دولة والنبي. دي حاجة غريبة غريبة جدا. خير يا دكتور؟ طب نقدر نعمل ايه؟ اوديه السد العالي مثلا؟ دولة على فكرة انا ممكن وانا نايم بالليل اعمل قفلة فولع في البازار كله. الولد ده عنده حق، ممكن يولع في الدنيا، يشعل الدنيا. لازم نفرغ الشحنة اللي في دماغه. ازاي حضرتك؟ ازاي؟ اقول لك ازاي. الواد ده ممكن تستفيد منه، تشغله. اشغله ايه حضرتك؟ ده حمار. مش فاهمني. انا اقصد تفرغ الشحنة اللي في دماغه. حضرتك دماغه اساسا فاضية ما فيهاش حاجة. اقصد ده اكتشاف. الولد ده اكتشاف، اختراع عظيم، ممكن يجيبك فلوس، فلوس كتيرة لو شغلته كمولد. مولد ايه ومرضعة ايه حضرتك اللي بتقول عليها؟ انت مش فاهمني. انت ممكن تخليه يشتغل شاحن، شاحن لأي حاجة. ايه ده معقولة؟ يعني رمزي ممكن يجيب لي فلوس يكسبني أخيرا؟ متأكد يا دكتور؟ يا سلام يا حبيبي يا رمزي. يا حبيبي يا دولة، يا حبيبي يا دولة. الحمد لله. السلام عليكم. فليكن معلوما للجميع أنني لا أرغب في المناصب، ما بيهمنيش المناصب، لكن نمن طالما انتوا شايفين كده ماشي ولا غلط؟ غلط. ايه ده يا عم اللي جاي بيتنك علينا ده؟ يعني ايه اللي مش همه المناصب؟ ولا بيتنك على المناصب ومش ليه يعني؟ من فضلك من فضلك، ليه بتقطعني في خطبتي؟ انت مش هتاخد الكلمه بعدي؟ ماشي هاخد الكلمه بعدك، بس هاخد ان شاء الله المنصب ده قبلك. ان شاء الله يا دول. اسيبه بقى يقول الكلمتين اللي عنده عشان ما يوقعوش منه ونقعد ندور بقى عليه. قول 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 قول. يا جماعه يا جماعه، كل واحد يقف في طابوره ويتكلم ويقول الكلمتين اللي عنده وبس وبس. إنه في الحقيقة أنا ما عنديش خطة، لكن بعون الله هنفذ لكم كل اللي انتوا عايزينه. يعني انت مفيش في دماغك حاجة خالص؟ حالياً مفيش. يعني هتقول ايه دلوقتي؟ إذ ربما إنه في هذا الموضوع
اللي احنا سمعناه ده وبس بس مفيش. حس بقى ان هو مفيش. استاذ عادل ممكن تقول لنا خطتك وانجازاتك؟ اتفضل. فسح فسح. السلام عليكم. وعليكم السلام. دولا 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 تيتي خدوا صابونة جابوا الهرم جنب بيتنا. عادل دولا رئيس ربطتنا. شكرا شكرا للهتاف الجماعي. شكرا. انني ايها الاخوة التقيت بكم دلوقتي حالا لكي اقول لكم حاجة واحدة. إن هذا إن هذا اليوم يوم مهم جدا لكل أصحاب البازارات، ولو أنا منافس بالنسبة لهذا التيتي فإنني بكل تواضع أقول لكم من هذا المنصب إنه ليس قدي، لأنني سوف أنتصر عليه. وشكرا ولسه قاعدين مع بعض بقول لك يا استاذ زول، عدم مؤاخذه يعني انت شغلت لي القهوه وعملت لي مؤتمر صحفي والناس ديت ولا واحد فيهم ضرب اي مشروب يا استاذ. لا لا بدو، انت كده سايح له ولا ايه؟ اتكل على الله، روح هات واحد شاي قسمه على ست كوبايات. يلا واحد شاي على ست كوبايات. طلب اي حاجه تانية حاسبه عليها. ها عينيا. يلا يلا. ابو الكرم ابو الكرم عادل افندي قلب الهرم. شكرا للهتاف الجماعي. عدوا يا رمزي، عدوا عدوا. ايها الاخوه والاخوات، سيداتي ساداتي انساتي، ايها الاخوه والاخوات. استاذ عادل ممكن تقول لنا حته من انجازاتك وحته من مشروعاتك؟ استوقفك استوقفك يا برداو. لا مش هوقفك، لا استوقفك. يعني انها ليست انجازاتي بل انجازاتنا، انها ليست مصروفاتي بل مصروفاتنا، انها ليست ها وهكذا. أيها الإخوة، إنني لا أفعل عمل فردي ولكن عمل جماعي. أنت إيه اللي موقفك هنا على المنصة؟ أنا آسف. إيه اللي موقفك على المنصة؟ ولهذا أيها الإخوة، نحن كأصحاب بازارات نعاني نعاني من أشياء كتيرة جدا. يعني مثلا بالنسبة لأصحاب محلات الكشري، أتتذكرون ماذا حدث العام الماضي في فبراير سنة 1999؟ مش يعني من فترة. أتتذكرون الحدث المؤسف الذي حدث لأحد السواح لما عندما كان ماشي في الشارع وبعدين راح هو الزحلق في كيس بلاستيك كده هو، وكان هذا حادث مؤسف بسبب ايه؟ بسبب كيس كشري مرمي على الارض لونه شفاف فلم يراه. فاكر؟ يا لا اتذكر اتذكر دول، ده انا اللي حادف الكيس ده ساعتها. ولهذا ايها الاخوه، مش عايزين الكشري في كيس دول يا فندي، في الاوتوبيس. شكرا للهتاف الجماعي. شكرا. عضو يا رمز، عضو. والله بصوا، انا يعني لازم اجتمع مع اصحاب بتوع اللي هم محلات الكشري واطلب منهم ان تكون الاكياس ملونه حتى لا يتزحلق عليها اي سائح، ولذلك لا نضرب السياحه في مصر. يا سلام يا سلام على الكلام اللي كله دقه وحكمه. دولا دولا هب وبان، عبى الكشري في كيس الوان. شكرا شكرا شكرا. ثانيا وثانيا اهم من اولا، محلات عصير القصبة التي تجاور بطبيعة الحال محلات الكشري كنوع من انواع الحلو بعد الشطة والحرقة الذي يبقى في البق، فان هذه المحلات تتسبب الينا بمشاكل كتيرة جدا، منها مثلا ان بتضر علينا بعضا من الناموس والهاموش وبعضا من الحشرات الطائرة والحشرات الزاحفة مثل الصرصار وهكذا، فإن هذه النوعية المختلفة من الحشرات مضرة لنا مضرة لنا. ودي هتعمل لها أكياس ألوان برضو؟ لا أكياس ألوان إيه، أنا عايز بس أستعين ببيت من أبيات الشعر لصديقي الشاعر بيقول إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن وأخلاقهم ذهبوا، ولذلك فإن على أصحاب محلات عصير القصب لابد أنهم يرشوا مبيدات حشرية للقضاء على هذه الحشرات، وده مطلب من المطالب الذي أطلبه لكم بنيابة عنكم. رص القصب وارمي القشر يا دولا، عمره ما يوعد فش. الهنوش ده عرفنا كلنا. أنا كنت فاكر إنه هو عرفني أنا وبس.
وبس. دلوقتي يا جماعه في بقى نقطه مهمه جدا، ثالثا ودي اهم من ثانيا ومن اولا. ثالثا يا جماعه عايزين نوحد اسعار التماثيل. ما ينفعش يبقى التمثال عند حضرتك مثلا 8-10 جنيه ويبقى عند حضرتك 8-15 جنيه، لان هذا قد يسبب مشاكل بيننا وبين بعضينا. الله، احلى كلام. كلام مظبوط. ورزقي ورزقك على الله وبس وبس. اطفي 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 النور، عادل دولة مش مغرور. اطفي 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 النور، عادل دولة مش مغرور. اطفي 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 النور، عادل دولة مش مغرور. اطفي 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 النور، عادل. يا دولة، يا دولة، انا في اسعد ملحوظات حياتي. الزباله اللي انت عاملها دي طبعا في اسعد ملحوظات حياتك. امك عندنا في البيت وامك التانية هنا في المخزن. انت عارف يا دولة انا بحب سونيا ليه؟ عشان هي احن عليا من امي. خرب بيتك، انت بتاكل برسيم؟ يلا بتاكل برسيم. بس بس بس. Please we want to buy. What's this? This is akao, يا سيدي akao. Oh, we want to buy this. No, no. This is my father. Father, eh? Your father, eh? You can buy another thing. You can buy another thing. We have statues. We have tabla. We have donkey. Anything. No, 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 no. Thanks. Goodbye. Goodbye, يا سيدي. Goodbye. راحتك. يلا يلا يا هبل. كان زمانها دلوقتي هتاخد الجنسيه وبعد كده تنقلها لك. يلا. لا يا دولة، لا، الجنسيه دي انا ما اخدهاش حتى ولو بملالين الفلوس دي. امي تانية. حاضر يا ام، حاضر. يا وحنين انت، حنين. استغفر الله العظيم. السلام عليكم يا استاذ عادل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا معلم زهر؟ اتفضل تشرب ايه؟ حظ الله، حظ الله. انا لا هاكل ولا هشرب. انا بيتي اتخرب يا استاذ حاتم. بيتك اتخرب ليه؟ خير؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل بس يا معلم؟ حصل لا يتحكي ولا يتقري. الجاموسه بتاعتكم مين؟ رمزي. رمزي جاموسه، واجمس جاموسه في العالم. كان جرر الجاموسه زميلته ودخل على كشك الورد، فجاه جلت الورد كله يا استاذ عادل. ما فضلش غير دي والفازه دي يا استاذ حاتم، الفازه دي. طيب معلش، يعني ان شاء الله ما تقلقش. ايه ايه يا معلم زهرة؟ ايه صوتك؟ صوتك ازعج الجاموس سونيا. مالك؟ وبعدين ما انا قعدت اقول لك لم الورد لم الورد. ايه لم الورد لم الورد؟ ايه عم خليل بتاع الورد؟ انت خدت الجاموسه طلعتها بره ولا ايه يا رمزي؟ ايوه دولة، مسليه كانت متضايقه فقلت اخرجها بقى شويه. خرجها بقى، خرجها شويه، خرجها شويه. بقول لك يخرجها شويه. قال لي ايه يا استاذ عادل؟ الجاموسه ملهاش غير زريبتها. استاذ عادل انا اتخرب بيتي يا استاذ عادل، ما فضلش غير الورده دي والزهريه دي. يا عم انت اصلك بتبالغ، ما هو فضل برضه القميص مليان ورده اهو ما شاء الله. كويس انها ما شافتوش يعني. وبعدين اللي اتخرب يتصلح ان شاء الله. يعني محصول الورد اللي هي كلته ده يعمل له كام يعني يا معلم زهره؟ يعمل له كام؟ ايوه ليك بقى ولا للزبون؟ وعايز بقى السعر الاصلي ولا التقليد؟ انت داخل يا عم تعمل صفقة يا عم؟ اي سعر؟ الورد بكام يا عم؟ مية الف جنيه. مية الف جنيه ايه؟ انا رايح اشتري الحديقة الدولية. بكام يا عم الورد خالص؟ 500 جنيه. 500 جنيه من 100 الف ل 500 جنيه. خد ادي 20 جنيه اهو يا عم. 20 جنيه. طب خد الفازة دي هدية مني ليك. على فكرة ده متعتقة بقالها 50 سنة. هي هتكبر هتبقى صفصافة ان شاء الله. منكم لله، منكم لله مفتريين، ومنك انت عشان اله الورد اللي كلته الجاموسة شوكها يقف في زورها. اي اي خد يا معلم. اله انت شوكك يقف في زورك. بيمشي بالجاموسة دولة. خد تعال. ايه غلطان وبتتكلم؟ واخد الجاموسة تفسحها. وديت الجاموسة فين يا دولة بقى؟ أصلية أول مرة تنزل مصر يعني، فقلت بقى فسحها يعني تاخد نفسها. تفسحها منك لله يا رمز. وديتها فين بقى يا سيد؟ النهاردة الصبح دولة طلعنا على جنينة الحيوانات. بس مش عارفة دولة كان الأسد عمال يبص لها كده بصات غريبة كده اهو. ما طبعا لازم يبص لها، كان عايز ياكلها يا هبل. أنا شكيت في كده برضك يا دولة، فقمت بقى واخدها وطالع بيها على الهرم. طلعت بيها الهرم؟ طبعا السياح بصولك أنت بصات غريبة. إيه ده؟ أنت شعرفك يا دولة؟ أنا مش عارف، دماغك رايح عند الهرم وجرر جاموسة، وهي طبعا الجاموسة كان نفسها تطلع على الهرم من فوق مش كده؟ لا يا دولة، هو أنا قلت لها بس هي يعني خافت تتزحلق.
اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه؟ وبعدين اللي انا عايز افهمه دلوقتي يا رمز، يعني انت خدت الجاموسه وديتها جنينه الحيوانات وبعدين وديتها الهرم وبعدين جبتها على هنا، المسافه دي كلها كنت انت بقى راكب فوقيها ولا ايه اللي حصل؟ لا يا دولا ما يصحش، يعني انا ركبتها ميكروباص. انت ركبتها ميكرو بس هي ما ركبت باظ مش كده؟ ايه ده؟ انت مش عرفك الدولة يا ابني؟ انا عارف كل حاجة يا ابني. ولا رمزي إيه؟ الجاموسة دي لو ما مشيتش من هنا النهاردة انا هتبعها. هتتبعنا انا ليه دولة؟ هتتبعنا انا؟ الجاموسة التانية انت هقول الحمار لو ما مشيش هتبعه، الجاموسة لو ما مشيتش هتبعها. لا دولة لا، ده انت تتبعنا انا احسن. لا انت مالك تحسيني من سونيا؟ خلاص سيداتي انساتي، اهلا بكم مره تانيه في برنامجكم المفضل غرائب البني ادمين. معانا مكتشف الحاله استاذ عادل. استاذ عادل، يا ترى حضرتك ازاي اكتشفت اني استاذ رمزي؟ دم الكهرباء. حضرتك يعني انا صراحه اكتشفت شويه اكتشافات. اول حاجه بالنسبه لان هو بني ادم، يعني حضرتك احنا من وهو صغير ما كناش بنتعامل معاه ان هو بني ادم، لغايه اما كبر شويه ابتدى يظهر له ايدين ورجلين فقلنا ايه ده، بني ادم ولا ايه؟ فلقينا ان هو شبه بني ادم، يعني ده اول اكتشاف. وده عن الاكتشاف الاول. طب ازاي حضرتك اكتشفت انه بني ادم الكهرب؟ حضرتك انت بتغلاي ولا ايه؟ حضرتك يعني هو انا لاحظت عده ملحوظات. يعني زي ايه؟ يعني اول حاجه لقيته مثلا اما بيلاقي تلفزيون بيطبطب عليه، بيلاقي مثلا راديو يعني مثلا بيحضنه بتاع، بيلاقي مايكروويف بيبوسه، وبعدين اما كان بيبقى ماشي معايا في الشارع اول ما يلاقي عمود نور بياخده بالحضن. جميل قوي يا استاذ عادل. طب يا ترى يا استاذ عادل ايه ملاحظات تاني عن استاذ رمزي؟ صراحه يعني انا بلاحظ ان هو حنين، لان بجد اما بيلاقي سلك عريان مثلا وهو ماشي في الشارع بيصعب عليه جدا وبيقعد يعيط وما بينامش غير لو غطى السلك ده. استاذ رمزي مين ايه؟ انت يا غبي انت استاذ رمزي. استاذ رمزي، يا ترى الكهرباء مسكت فيك وانت صغير؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا بصراحه ما حدش مسك فيا وانا صغير غير الداده اللي ولدتني. داده ولدتك؟ ولدتك ايه؟ في مدرسه اسمها الدايه. الدايه حضرتك يقصد يعني؟ ستوب، انا اسف جدا يا جماعه، شحن الكاميرا خلص. طب وستوب ليه حضرتك؟ هنعمل بريك نشحن الكاميرا وبعدين نكمل. لا لا من غير بريك ولا حاجه، هات لي الشاحن حضرتك. متاكد حضرتك؟ عيب عيب. اتفضل اهو. اتفضل اتفضل. رمزي. نعم دولة. خد يا رمزي. نعم. خد اشحن لي البطاريه دي. عناية يا دولة. شحن سريع بقى. ها سريع يا دولة. حاضر. خلاص يا دولة شحن. شحن. شوف حضرتك بطارياتك كده. فعلا ده فل. اشكرك جدا يا استاذ عادل، انت عندك اختراع هايل. ايوه حضرتك، وانت عندك 50 جنيه ليا حضرتك تمن الشحن. 50 جنيه مش كتير يا استاذ عادل. لا حضرتك مش كتير، ومش انا اللي بقول 50 جنيه. اتفضل لف يا رمزي. اهو ادي العداد اهو، 50 جنيه. لف كده غير الزباله. هو حضرتك يعني ده اساسا ب 20 جنيه بس عشان خاطر عيون حضرتك هخلولك يا عم ب 35 جنيه بس. لا انا مش عاوز تخفيض ولا تعمل لي خاطر. انا ما برجعش في كلامي خلاص، يعني انا قلت 40 يعني 70. ايه يا عم انا هشتري تمثال اصلي. بص بقول لك بقى، انت هتقعد تضحك لي، التمثال ده ما فيش منه غير نسختين يا عم، نسخه هنا والتانيه في المتحف. طب بس بس بس، لا خليهولك انا هشتريه من المتحف ارخص. طب يلا يا عم الناصح، يلا مش عايزين نبيع، مش عايزين نبيع ولا نشتري ولا ولا ايه؟ ايه دول؟ ايه بتمارس هوايتك في تطفيش الزباين انت يا رمزي؟ ايه دول بقى، انت مش شايف دول من الصبح يا عم؟ ده بقى مفتحين اول يومين دولت. يا دول مفتحين ايه؟ اياد انت شغلنا الشال ياد. يا دول بقى، ما هم عمالين يا عم يفصلوا على الفاضي والمليانه دول. وبعدين انت زي ما انت عارف يعني ان انا فاهم وواعي. انا عارف طبعا. منك لا يا رمزي، منك لا. انا مش عارف اعمل ايه بجد، يعني مش عارف اعمل ايه. المهم المعلم ابو جبل بعت طلبيه التماثيل اللي انا طلبتها منه ولا لسه؟ لا يا دولا، المعلم ابو جبل ما بعتش حاجه. ما بعتش حاجه لغايه دلوقتي؟ ايه اللي اخره؟ يا نهار ابيض، دي طلبيه العمر، ده انا دافع فيها كل ما املك فلوس كتيره جدا. يمكن يكون مات يا دولا. قوم قوم يلا نقف في الواجب بقى وفي العزا. يلا قوم نقف في الواجب. ايه اللي هنقف فيه؟ انت تتمنى انه يموت؟ تتمنى تخرب بيت انت. طب هتعمل ايه دلوقتي يا دولا؟ هكلمه. انا هفضل قلق نفسي ليه؟ الو. ايوه معلمه دبشه، ازيك؟ انا عادل سعيد.
الله يسلمك، واخبارك ايه واخبار ابنك صخره ايه؟ وبنتك رمله عامله ايه؟ سقطت في المدرسه؟ مش اشكال مش اشكال. المهم المعلم ابو جبل اخباره ايه؟ ايه؟ اتقبض عليه؟ والطلبيه اتصدرت؟ لا 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 لا، اتصدرت ايه؟ بقول لكم ايه؟ لازم تتصرفوا. هتتصرفي ازاي يعني؟ ما ايوه ما انا ممكن، بصي انا مش هاسكت، ده انا ارميكي انت وابو جبل ورمله وصخره من فوق الجبل المقطم. انا بقول لك اهو، هتتصرفي ازاي؟ الو الو، رد يا دبشه بدل ما فشفشك. الو ايه يا دوله؟ في ايه يا عم وغشتني؟ معلم ابو جبل يا سيدي طمع وحط تمثال اله الادمان عند قدماء الكولومبيين في وسط طلبيه التماثيل، وده محرم دوليا، اتقبض عليه. يا خبر ابيض يا دوله، مش التمثال ده وانا دوله اللي عينيه من تحت كده سودا ودايما سرحان وعصبي؟ يا انا بعت منه تمثالين قبل كده، بس انا ما بحبوش يا دوله التمثال ده. ما بتحبوش ليه؟ سرقك يعني عشان يصرف على ادمانه؟ لا يا دوله، قفشته بيلف ورق برضي. طب سيبك من اله الادمان، انا ممكن اجيب لك اله الرغي عند قدماء الرغيين، ده هايل بينزل معاه قرصين اسبرين عشان اما تصدع، ايه رايك؟ الله عليك يا دوله يا حبيبي، الله ربنا يخليك لي يا رب يا دوله. ولا ولا انا مش ناقص غباوه، لا مش ناقص غباوه، كفايه اللي انا فيه، انا دافع فلوس، فلوس كتيره جدا، دافع كل ما املك يا رمزي. طب انت عايز فلوس سلف مني يعني ولا حاجه؟ لا يا سيدي، شايلك لوقت عوزه. المهم بقى الجماعة اللي عندي في البيت مش عايزهم يعرفوا أي حاجة، لأن أنا وظيفتي كراجل البيت ما حسسهمش بأي مشاكل لغاية ما أشوف أتصرف إزاي. لا اوعى تقلق يا دولة ولا يكون عندك أي خبر يا دولة، ما أنت عارفني يعني، أنا سر وبير. سر وبير. المهم يالا رمز، أنا مش عايز أي حد يعرف أي حاجة لغاية ما أقف على رجلي وأعرف أتصرف في المصيبة السوداء اللي أنا فيها دي. عناية يا دولة. طب يعني لا قدر الله يعني، وبإذن الله وإن شاء الله يا دولة بدون مقاطعة، لو فشلت يعني إن شاء الله أروح بقى أشوف لنا شغلانة كده في مصنع في 6 أكتوبر؟ إن شاء الله لو فشلت بتتمنى لي أنت الفشل، و6 أكتوبر إيه يا فاشل اللي أنت هتروح تشتغل فيها؟ أنت تشتغل في 1 أكتوبر، في مايو، في يونيو، 6 أكتوبر. خلاص يا دولة خلاص يا عم، والله مش هسيبك يا دولة ما تقلقش يعني. طب دلوقتي لو دولة ان شاء الله قفل البازار يعني اروح ابيت فين انا؟ خرب بيت انت بتفكر يالا بصوت عالي من غير ما انا اسمع. بس 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 يا رمزي، بص انا مش ناقصك خالص، انا لازم بس، المهم دلوقتي في الفتره اللي جايه دي امسك ايدي شويه بقى. ليه يا دولة تمسك ايدك؟ ليه؟ انت هتعدي الطريق؟ وانت يعني ما بتعدي الطريق بتمسك ايدك؟ ايوه طبعا يا دولة، ما على راي المثل يا دولة اتبع قواعد المرور. المثل بيقول اتبع قواعد ده المثل ده مين اللي قال؟ امك وقالت برضه جنبيه المثل بتاع ممنوع الاتجاه اليمين وممنوع الوقوف صف تاني. ايوه دولة هي كانت بتقول لي الحاجات دي كلها دولة، علشان كانت هي بتخاف عليا وانا معدي الطريق، اصل الجاموسه ولا حمار يخبطني ولا حاجه، وعلشان كمان اكيد اهون قالت لي بقى ابقى عدي خد لي حد كبير يمسك ايدك يا رمزي، عشان خايفه عليك من البهايم يعني. على رايك ممكن تكون جاموسه معديه مثلا كسر اشاره، ولا معزه عامله غرزه، ولا حمار بيامرك. فكرتيني يا دوله، انت عارف يا دوله انا مره صحيت من النوم على صوت خبطه جامده اوي اوي اوي، كانت بقى جاموسه خبطت حمار على الطريق وبقى والحمار اتقلب. حمار اتقلب. واللي قلب الحمار ده بقى صاحب الكنبه اللي قاعد عليها الحمار. كنبه ايه دي يا دوله؟ الكنبه اللي الحمار قاعد عليها بالجزمه. فكره، ام رمزي اكبر مني يجيب بخمس سنين. يعني ايه حضرتك توصلي ان حياتك عايز تتجوزي يا طنط ولا ايه؟ تيتا انعام بتقول لي ان هي عمرها ما هتفكر في الجواز. بس بنت والله انا لو واحد اتقدم لي اسمه جليات ولا جليتا ده انا شخصيا اسيبه بس علشان اسمه. حوش حوش يا مجيده، حوش العرسان عمال يتحدفوا عليكي يا اختي لدرجه انك بترفضيهم عشان اساميهم مش عاجباكي. شات اب يو شات اب. لو سمحتي يا سناء، لو سمحتي ما تتكلميش على مامي كده. بت 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 ايد الهون، انتي مش انتي اللي بتقولي اتكلم واقول ايه والمقولش ايه؟ انتي يا بنتي انتي بطلي تحطي نارك من نار اختي يا بنتي بطلي. الله، وهي غلطت في ايه؟ وهي مجيده لقت حد يتجوزها وما اتجوزتش؟ ها ها ها، انتي بس عشان متغظانه جدا مني علشان انا احلى واصغر منك بمراحل يا حبيبتي. ما تصلوا على النبي يا جماعه، الله ما يصحش كده. ياسمين انتي اللي مقعدك هنا، قومي خشي اوضتك. هو اللي يقول الحق في البيت ده يبقى غلطان؟ يا بت قولي خشي اوضتك، خشي اوضتك، يلا اتحركي. احلى واصغر ايه يا مجيده؟ ده انت من يوم ما جوزك قدم استماره سته من الدنيا كلها ومشي بسببك طبعا الا ما حد عبرك،
الا ما راجل بصلك وانت معديه. اديني اماره. اصل انت بس اللي عندك الزهايمر يا حبيبتي. انت ناسيه المعلم نفخ وجري وراي وحكيتي قد ايه. مامي يعني انت زعلانه من جليطه ومش واخده بالك خالص من نفخه ده؟ لا يا حبيبتي جامي. ايه نفخه؟ نفخه يعني تخين ومربرب. يا بنتي ما مامي اصلا رفضته عشان اسمه. لا يا حبيبتي مش عشان خاطر اسمه، عشان بيشتغل جزار. جزار ايه يا ماما؟ ده قعد ساعه جنبها يقول لها انا بشتغل جزار انا بشتغل جزار، في الاخر طلع بيبيع جزر. جامي. يا دولة يا دولة انت ايه يا عم؟ انت هتفضل قعدت كده هو يا دولة؟ انت فكرني ايه يا عم؟ تمثال ابو الرعد. رعد؟ انت مش رعد بس يا رمزي، انت دلوقتي بقيت رعد وبقيت برق. انت بالظبط يا ابني كانك بير كهربا وضرب عندي نوف البازار. دولة انا عطشانه، دولة عطشانه. ميه ميه. لا ولا 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 ولا، انت اتجننت يالا؟ ميه اللي تشربها وانت معاك كميه الكهربا دي كلها؟ انت عايز تضرب يالا؟ لا ما ينفعش تشربها خالص. الو. ايوه ايوه حضرتك، انا عادل سعيد وكيل رمزي رجل الكهرباء. اهلا وسهلا يا فندم، حضرتك من قناه فضائيه يعني؟ لا معلش احنا ما بنعملش حوارات خالص. ماشي ممكن نعمل حوار بس بنطلب مبلغ كبير، يعني مش هنطلب اقل من 30,000 جنيه. موافق؟ طب حضرتك هتبعت لي 15,000 جنيه عربون على القهوه وتبعت لي معاه العقد بالمره. ماشي ماشي، مع السلامه مع السلامه. يا دولة على طيبتك يا دولة، يا دولة دي كانت فرصتنا في ايدينا يا دولة نلوي دراعه، كنت تطلب بدل ال 30,000 دولة 5,000. بص يا رمزي انا هديك ال 5,000 كلهم يا عم، ماشي؟ عشان انت بقى ايه تتولى صيانتك بنفسك. ربنا يخليك يا دولة. بقول لك يا دولة خلي انت يا عم الحاجات دي معاك علشان بقى في الصيانه والامانات دي، علشان انا مش اسكت، مش انا امبارح الكابل الارضي بتاعي ضرب فقام وقف لي بقى الجنب اليمين ده كله. اللي انت بتشاور عليه ده جنب الشبال يا اهبل يا اهبل. ايه ده ايه ده ايه ده؟ إيه؟ انت في حاجه فصلتها من عندك ولا ايه؟ انا شلت المشوك اللي في المراخير. خلاص حطه في الودن، حطه في الودن وقرب يشحن. ماشي يا دولا. شكرا دولا. مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا. حضرتك الاستاذ عادل وكيل رمزي رجل الكهرباء؟ انا عادل وكيل رمزي. حضرتك من انه قناه مال؟ قناه ايه يا فندم؟ معاك سامي شقلباص وكيل اكبر سيرك متجول في جمصه. وكيل السيرك؟ طب وحضرتك جاي تشقلب هنا ولا ايه؟ لا يا فندم اتشقلب ايه، ده انا لسه حتى مخلص نمره القرد قبل ما اجي هنا على طول. وحضرتك ما دام يعني مش جاي تشقلب ولسه مخلص القرد، عايزين رمزي في ايه؟ يجي مكان القرد؟ لا 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 رمزي بطل. لا احنا عايزينه في نمره ثانيه خالص. حضرتك الاستاذ رمزي يعتبر ثروه قوميه، ما ينفعش يشتغل في السيرك اساسا. ليه يا عم بقى ليه دول؟ بص انا عايز يا عم اعمل نمره مروج الاسود. الاسود يا كلوك يا هبل، انت عمرك شفت اسد؟ لا يا ادم انت بتشوفه كل يوم يا هبل. ماشي اغلط اغلط فيه، خليه يشيل لك 3 4 حلقات. يا سلام يا سلام استاذ عادل، احنا عايزين الاستاذ رمزي يطلع على خشبه المسرح قدام الجمهور وهو لابس مايو احمر. هاي هتبقى رقصه بالكهرباء على رمزي. الله يا دولة الله يا دولة. رقصه ايه يا استاذ عادل؟ احنا هنقدم بيه نمره جديده خالص اسمها تكنولوجيا السيرك. الاستاذ رمزي هيطلع على خشبه المسرح ونحط على راسه وعلى رجله وعلى كتفه مجموعه كبيره من اللمبات، ويقعد على المسرح ويقول على كتفها ينور على رجلها ينور على صدرها ينور. هلي هب هلي هب. التكنولوجيا الحلوه دي قوي قوي دي. ده انا اللي هنور من كتر الفلوس. اللي يمني يا استاذ، اللي يمني على العربون والعقد. تحت امرك يا استاذ عادل، اتفضل. دول 5,000 جنيه من اصل 30,000 جنيه في الشهر، وده العقد يا فندم. بس معلش يعني هو مش هينفع يشتغل معاك طول اليوم لان انت زي ما انت شايف كده بيشحن طول الوقت يعني. ولا يهمك يا استاذ عادل ولا يهمك، احنا ناخده منك 3 ساعات بس في اليوم. اوكي اوكي. سلام يا استاذ عادل. مع السلامة. الف سلامة. الف سلامة. سيبه يلا سيبه يلا سيبه يلا. ايه ده الراجل ده يا دولة؟ ده غريب قوي، من انهي قناة ده؟ ده من قناة الأطفال. شغل يا هوا. ولا 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 ايه 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 ايه
الشغل يا لأ، بتبوظ الشغل، قاعد ولا على بالك يا حيوان. فين الشغل ده يا ابو شغل؟ فين الشغل يا دولة؟ انت مش قلت لي خلاص انك ان شاء الله هتفلس؟ فلس؟ انت فرحان فيا ان انا هفلس؟ ما طول ما انت شغال معايا هتهب بفلس. خد علق الشغل مكانه يلا. وبقى دولة بقى انت نسيت وقفتي جنبك يا دولة؟ ده انا نص مصانع 6 اكتوبر بيتشحتفوا عليا. اكيد عايزين حد يهزقوه طبعا. ما تروح لهم يا رمزي، روح لهم وسيبني يا ابني، سيبني اشوف اكل عيشي ده بدل ما تقف معايا يا رمزي وتسندني لغايه اما اقف على رجلي. ماشي يا دولة، تعال تعال اقف على رجلك يا دولة. يلا مش فايده، هفلس هفلس. ما في بس 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 بس, بس. يا نهار ابي، ولا غور من وشي. روح شوف شغلك، روح شوف شغلك. يوه بقى دولة، بصراحه دولة انا مكسل بقى. ما انت عارف يا دولة ان انا اول مره اشتغل بلوشي كده يعني. انت هتزلني عشان هتشتغل عندي شويه ببلاش يعني؟ ولا روح هات لي كوبايه شاي يجري. طب ما توفر تمنها يا عادل بدل الزحمه. يلا 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 يلا. الو. ايوه يا معلمه دبشه، اخبارك ايه؟ بص حضرتك، انا بيتي اتخرب بسبب الفلوس دي. ايوه مع حضرتك، لازم تلاقي حل يعني. لقيت حل بجد؟ والله ما عارف اقول لك ايه. طيب امتى مثلا؟ يعني هتكلميني تاني؟ خلاص هستنى تليفونك. مع السلامه. مع السلامه. ايه يا دولة مالك فرحان كده ليه يا عم؟ كفل الشر. الحمد لله يا رمزي، المشكله ان شاء الله بتاعتي دي اتحلت. اتحلت ازاي يا دولة؟ قول. المعلمه دبشه لسه مكلماني دلوقتي وبتقول هتكلمني تاني عشان تحدد لي ميعاد ومكان تسليم الفلوس. ميعاد ومكان وانت اشتغلت في العصابه دولة ولا ايه؟ عصابه دي لا يخرب بيتك. انت اي حاجه جاي فيها يا الفلوس اللي ليا عند جوزها يالا هتسلمهاني. بس هي المشكله بقى مش عايزه اي حد يعرف، عشان لو البوليس عرف ممكن يكبس عليها وياخد الفلوس دي يتحفظ عليها. طب بص يا دولة، ايه رايك بقى في الفكيره دي؟ يعني انت تاخد معاك قنبله عشان ما يكونش فخ ولا حاجه. قنبله؟ والله تصدق فكره، برضه الواحد يفجر نفسه بدل ما يتحبس والعيال يتشبهوا. الو يا معلمه، ها امتى الميعاد؟ دلوقتي حالا في الكافيه؟ لا طبعا اجي وانا اقدر اتاخر عليكي. مسافة السكة أكون عندك إن شاء الله. لا لا لا، عيب، محدش هيعرف الموضوع ده غير أنا وإنتي بس. ما تقلقيش. سلام سلام. هي مين دي اللي مش هتقدر تتأخر عليها يا عادل؟ موضوع هبقى أشرحهولك بعدين، يلا عشان أنا مستعجل. سلام سلام. يعني إيه؟ رجلي على رجلك. لا كله إلا كده، ما ينفعش خالص، ما ينفعش. طبعًا ما ينفعش، لأن البي خايف يتكشف. أتكشف إيه وبتاع إيه؟ أنا مش فاضيلك. سلام سلام. يا عادل! أول مرة تقب يا قلبي. إيه رأيك يا دولة؟ يخرب بيتك، إيه اللي أنت عامله في نفسك ده يالا يا أهبل؟ شكلي حلو أنا طعم؟ شكلك حلو، إحنا جايين النهاردة نتعاجب، ما تروح تقعد مكانك يا أهبل. حاضر. اعدل نفسك، اعدل نفسك. حاضر يا دولة، ربنا يوفقك يا رب. ادري بس مالكش دعوة أنت. الو الو، المعلم تيتي والمعلم سقاره والمعلم مسخوط، هل تسمعوني؟ نسمعك 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 بوضوح. حول، خش في الموضوع. انا عايزكم تبقوا مفنجلين عينيكم. شكله هو السفاح. نهجم عليه؟ تهجم عليه ايه؟ اصبر شويه، اصبر. عادل ده ممكن ياذي الواد رمزي. سيبه، مش اشكال مش اشكال، اصبروا بس، اصبروا اصبروا. امال هنمسكه امتى يا عم الحاج؟ اول ما نتاكد ان هو خلص على الواد رمزي خالص. بتقول ايه يا عادل؟ ايوه، عشان يبقى متلبس وبكده يبقى خلصنا من رمزي ومن السفاح في بروجرام واحد. سيبوني، انا مش حرامي، انا مش حرامي. بس مسكناك يا سفاح. انا مش سفاح، انا حرامي، انا حرامي شنط. محدش يتحرك من مكانه، كل واحد سالك. اخيرا وقعت يا جن، ده احنا مراقبينك من زمان. سيادتك، احنا اللي مسكنا السفاح ده وعايزين مكافاه ان شاء الله. سفاح؟ ومكافاه ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ مفيش سفاح ولا مكافاه. مفيش سفاح؟ امال مين ده سيادتك؟ ده سوسته الجن. سوسته الجن اللي هو مين يعني؟ ده مسجل سرقه شنط واكياس نايلون.
هم فين السفاح؟ سفاح ايه؟ ده كلام اشاعات، الناس رددته وما نعرفش مصدره فين. يعني كل دي كانت اشاعات؟ اشاعات. ماشي يا باشا، كويس برضو ان حياتك ما مشيتش بايدك فاضيه، خدوا زي بعض. يلا يلا هاتوه هاتوه، يلا همدي يلا يا جن. سلام عليكم. لا مفيش لا سفاح ولا في اي حاجه. انت بتاكل الشغل يلا؟ يخرب بيتك، مش انا قايل لك حافظ على الشغل ده؟ مش انتوا قبضتوا على السفاحين دول خلاص؟ سفاحين؟ تعالى يلا، انا بقى انا السفاح. طيب دولا، انت معاد مروحك دلوقتي، يعني مش عايز اي حاجه مني قبل ما انت تمشي بالسلامه؟ اه كنت عايزك بس تجيب لي يا رمزي علبه كشري بجنيه ونص، وتجيب لي نفسك علبه كمان بجنيه ونص، وتجيب لي سونيا الجاموسه علبه ب3 جنيه. ايه ده ايه ده ليه يا دولا؟ ما تاكل زينا. ايه بس برضو يعني يا رمزي انا بجد ابتديت احبها خلاص، يعني مش عارف اعيش من غيرها، لدرجه ان انا بفكر بقى اديها الفرشه بتاعتك كمان، وكمان بقى ايه اديها ضعف المرتب بتاعك. ايه ده ايه ده ايه ده ده ليه يعني يا دولا ده كله؟ يعني ليه هي بتعمل ايه يعني غير ان هي بتقعد تنعر وتاكل وخلاص؟ بتنعر؟ لا 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 لا, لا. اوعى تقول عليها كده، لا عيب يا رمزي، دي بركتنا يا ابني. لا يا دولا بركتنا يا عم. لا بقول لك ايه، ده انا هنا هون شقيان طول عمري والسنين اللي فاتت دي كلها لغايه لما وقفت البازار على ايده. وقفت البازار على ايده على اساس كنت هتدخله السيرك ولا ايه؟ بص يا دولا من الاخر كده هون، ما تجيش يعني حته الجاموسه وتاخد فلوس اكتر مني. يا رمزي ده انت غيران بقى. لا دولا ما مش غيران ولا حاجه، بس يعني ما يعني هتاكل عرقي كده هون على الجاي زيها. لا لا بس برضو يعني يا رمزي الجاموسه دي في مقام امك، ده هي اللي رضعتك وهي اللي حمتك بلساها. لا بص يا عم، هي بقى راحت اشتكت لي اول امبارح على فكره، وقالت لي بص يا رمزي انا المكان ده مش مريحني خالص، فانا بقى شفت لها مكان تاني اريح. يا دولا سلام. براحتك يا رمزي براحتك. السلام عليكم. تعالوا تعالوا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. ايه ده ايه ده ايه ده؟ تعالوا جايب لكم هدايا بقى جامده جدا. خدي يا ماما ده انت وسناء. يا حبيبي. خدي يا حماتي ده انت ورانيا. ويا نجلاء. وده ليك انت بقى يا ياسمين. ايه ده يا ابي، معقوله عملت شوبينج كل ده؟ امال ايه، عملت شوبينج جامد جدا. البركه بقى في رمزي والاكتشاف العبقري بتاع رمزي. لا يا عادل بس ده كتير كتير قوي يا حبيبي. والله يا ماما ما كتير ولا حاجه، ده على فكره ده جزء من الفلوس بتاعت العربون بس. تخيلي يا سلوم، يعني انت عايز تقنعني ان رمزي بالكهرباء اللي فيه جابت الفلوس دي كلها؟ حماتي رمزي دلوقتي اصبح مثال للطاقه الكهربائيه في جمهوريه مصر العربيه. لعلمك دلوقتي ممكن يشحن اي حاجه، ده بيأجروه بالساعه. يا بختك يا عادل يا بختك يا عادل يا بختك يا عادل. اسمع بقى، زي ما هو قريبك هو قريبنا، وزي ما انت ليك فيه اهلا لينا فيه. لا ايه اللي ليك فيه؟ لا طبعا الكلام اللي انت بتقوليه ده حماتي، لا انا مش موافق. رمزي ده قريبنا وانا اللي استحملته الفتره دي كلها، يا ما كسر عندي في البازار، ويا ما تماثيل اتبهدلت، ويا ما زباين طفشت، جايين في النهايه عايزين تاخدوا مني رمز على الجهاز. لا اللي هيقرب من رمز هقتله. سامعين بقول ايه؟ هقتله. بس يا جماعه بس يا جماعه ما تخلوش الكهرباء تعمل قفله بينكم. بس بقى بابا انا عندي فكره. عايزه ايه؟ عندك فكره انت كمان يا ياسمين؟ ايه رايك نشوف عمو رمزي بيطلع كام كهربا ونقسمها علينا كلنا. بيطلع كام كهربا؟ والله دي فكره، بس النسبه هتختلف، يعني انا مثلا هاخد 90% من نسبه الكهربا. لا طبعا طبعا لا طبعا. انت بالكتير هتاخد 2% وانت 1%. خلاص خلاص زي ما بقول لكم كده اهو، لان السبب بسيط جدا ان انا احق واحد فيكم رمزي. وبعدين الفكره دي انت جبتيها منين يا بنت ياسمين؟ من كتاب الفيزياء. يعني انت شايف ان ممكن السفاح ده يبقى اقرب حد ليا؟ ده هما كتبوا كده في الجرايد؟ ومحدش فيهم عارف شكله خالص. ماشي ماشي خلاص، نبقى نكمل كلام بقى ان شاء الله. ماشي اما اشوفك. السفاح اقرب الناس ليا. لا رمزي انت ايه الحاجات اللي في ايدك دي؟ لا دولا دي تماثيل انا كسرتهم من غصب عنا دولا، فانا رايح بقى ادفنهم يا دولا. تماثيل ايه دي يا رمزي؟ تمثال الملكة نفرتيتا دولا، وتمثال الملكة حتشبسوس، وتمثال الملكة شجرة الدر. شجرة الدر عملوا لها تمثال فرعوني؟ طب وشمعنى يعني التماثيل اللي كسرت كلها ورايح تدفنهم حريمي؟ ما يا دولا بقى كل شيء بقى اسمه يا نصيب بقى. يا نصيبي الاسود. السفاح ممكن يبقى اقرب الناس اليك،
ولا رمزي انت سمعت عن موضوع السفاح اللي بيقتل الستات ده ويخطفهم؟ يا دولة دول يستاهلوا على فكرة الستات ده لهم. يستاهلوا ليه؟ يعني في واحدة ست يا دولة في الدنيا تمشي مع سفاح في الشارع وهي مش عارفة اذا كان هو سفاح ولا لا. طب وهتعرف منين اذا كان سفاح ولا لا؟ ما تشوف بطاقته يا دولة. يا سلام، يعني مكتوب في البطاقة بتاعته في الخانة بتاعت الوظيفة سفاح؟ يعني انت مكتوب عندك في خانة الوظيفة المهنة غبي؟ انت عارف يا دولة بقى حكاية خطف الستات دي رعبة ستات خالص، عارف اصلية ما حصلتش يعني من ساعة قضية رانيا وسكينة. رانيا وسكينة؟ عارفهم اللي كانوا بيقولوا حاسبة عليها حاسبة عليها. دول ما يكونوش يعني رانيا وسكينة دول هم يعني جم بقى تاني وبيخطفوا الستات وكده هم؟ جم تاني ازاي اهبل؟ اذا كانوا هم اساسا ماتوا خلاص، في حد بيموت بيرجع تاني عبيط؟ لا يا راجل. امال ايه؟ المشكلة بقى عندي في الستات اللي في البيت، يعني عارف قاعدين جوه البيت مش عايزين يخرجوا ابدا. طب يا دولا مش عايزين يخرجوا يدخلوا؟ يدخلوا فين؟ ما هم دخلوا خلاص قعدوا في البيت مش عايزين يخرجوا. قبل كده كان مثلا حد بيخرج حد بيدخل فتبقى الخناقات قليله، دلوقتي الخناقات كلها وحصريا عندي في البيت. حصريا؟ دولا الخناقات دي بقى ان شاء الله يعني هتتعرض بقى في رمضان؟ تتعرض في رمضان الخناقات بيتي كلها هتبقى فضيحه في الشوارع. الله يا دولا الله الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه انتوا شغالين عبده مشاوير برضو ولا ايه؟ ما انت عارف يا عادل حرمنا خايف فتخرج بالبيت ربما يطلع لها السفاح. المهم انت جبنا ليه دلوقتي؟ مش الاول تشربوا حاجه يا معلمين؟ انا حته استاذ عادل بقول لك ايه تشربوا ايه؟ انا عايز كوكتيل يا دولا. طب يا باشا دلوقتي في بقى كوكتيل فواكه وكوكتيل جيلاتي وكوكتيل الجديد اللي هو كوكتيل السفاح. ايه كوكتيل السفاح ده؟ الكوكتيل مثلا بيكسر الكوبايات ولا ايه؟ معرفش موضه بقى يا باشا، ده في قهوه جديده فتحت سموها قهوه السفاحين. قهوه السفاحين؟ يعني واحنا قاعدين على القهوه نشرب دم ولا ايه؟ لا باشا، محل اكل فتح سمى نفسه سندوتش السفاح، والفيلم اللي نازل جديد ان شاء الله في الصيف الراقصه والسفاح. واضح ان موضوع السفاح ده واكل مع الناس جامد قوي، الناس مروشه بيه. يا باشا ده انا سمعت ان هم عاملين مكافاه 50,000 جنيه للي يقبض على السفاح ده اصلا. ايه 50,000 جنيه؟ طب ايه رايكم يا معلمين نقبض احنا على السفاح ونقبض المكافاه؟ موافقين. انا بقول يا معلمين، ما قلتش انا هببين يا معبطين. انت مالك يا عادل؟ يا عادل اشحال البوليس ذات نفسه وما قدرش يمسك السفاح، احنا اللي هنمسكه. طبعا نقدر احنا نمسكه لسبب بسيط جدا. انا بقى والسفاح عارف لو حتى فين، حتى لو كان في سفح الجبل هجيبه. ايش معنى دول سفح الجبل ده؟ مش السفاح هيقعد فين؟ لازم في سفح. يا نهار اسود الجاموسه فين؟ ده الواد رمزي ممكن يروح فيها، تكون خرجت من بازار. السلام عليكم، ازيك يا دولا؟ اهلا يا رمزي. ايه فين؟ بقول لك يا دولا في لحمه جايه لي كمان شويه يعني، فانا عايزك بقى تاخدها كده وانت اعمل لنا عليها سندوتشين حلوين كده. بس بقول لك ايه، مش مراتك اللي تطبخ ها؟ علشان يعني اكلها وحش قوي. اللحمه جايه لي في السكه. رمزي انت وديت الجاموسه فين يا رمزي؟ الحمد لله يا دولا ربنا قدرني يعني وردت لها الجميل. انا وديتها بقى للمعلم سطور الجزار وهو قال لي بقى انا عندي دار مسنين للبهايم. عنده دار مسنين للبهايم؟ ده اللي هو الجزار اللي هو المعلم سطور دار مسنين؟ مش فاهم. هو قال لي كده دولا، وقال لي كمان تعالى يا رمزي بعد شويه كده هون عشان تاخد نصيبك بقى في ثانيه. قال لك بقى في ثانية ولا نصيبك في سونيا؟ لا يا دولا في ثانية يا دولا، اصل انت مش فاهم، دار المسنين دي يعني مش بتدفع يعني الواحد بالفلوس، لا دي بتدفع بقى باللحمة ليه انا بقى والغلابة كلهم. دار مسنين بتدفع لكم لحمة مش بتدفع فلوس، وانت وديت الجاموسة عشان يلا انا كده كده مستفيد يعني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا معلم سطور حبيبي. ازيك يا معلم رمزي؟ خد بقى يا سيدي ده نصيبك من اللحمة، دي بقى الراس مفيش حد رد ياخدها، وبعدين تقطيعها صعب قوي. ربنا يخليك يا رب. الله يكرمك. راس سونيا، راس سونيا قتلتها، قتلتها يا مجرم، قتلتها يا مجرم، مش هسيبك الا في اسم البوليس. قتلت ايه؟ انا ذبحتها، وبعدين ما احنا قلنا لك بسن السكين. سن السكين؟ ايه ده؟ دول انا سمعتها دار مسنين. خرب بيتك دار مسنين ايه يالا؟ في جاموسه بيودوها دار مسنين. معلش يا معلم سطور احنا اسفين جدا ومتشكرين جدا، ورمزي ابعتهولك على طول. ها؟ تحت امرك يا باشا، سلام عليكم. مع السلامه. مع الف سلامه. زفت.
يلا رمز. سامحيني يا اما، سامحيني يا اما، ما كانش قصدي والله. يلا رمز خلاص يلا بقى، وبعدين امسك نفسك يعني، ما هو ده مصير كل البهايم يعني، ما يجراش حاجه. لا قطعت فيا هدولة والله. وهي اتقطعت برضو، ما يجراش حاجه، سيبها بقى. ده كانت لسه الصبح معايا. ايوه عمرها. معلش معلش ما تزعلش، ما تزعلش، ما قالتلكش حاجه قبل ما تتذبح يعني على طول الله يرحمها؟ لا هدولة هي قالت ومشيت على طول. هدولة اخر كلمه قالتها كده؟ دولة حبيبتي. دي كان معناها ايه يعني؟ هي قالت لي مع السلامه، كان قلبها حاسس، كان قلب الام، قلب الام. يلا وكانت صاحيه وبتلعب، يلا مش اشكال. ربي بقى، ربنا يطرح لنا البركه في راسها بقى. ربيها، خد راسها ربيها. ماشي يا دولة. بقول لك يا دولة، احنا ينفع بقى نعمل عليها بقى سندوتشين شاورما كده هون؟ سندوتشين ايه يالا، ده احنا عندنا لحمه كتير، ده احنا هنعمل محل شاورما يالا. المهم ان احنا خلصنا منها الحمد لله. وينفع نعمل شاورما فراخ منها؟ من الجاموسه؟ طبعا، ما غبيه زيك اكيد فاكره نفسها فرخ. اللي بعده استاذ عادل، احنا عايزين رمز يوم الخميس عشان ننور لنا فرح في المطريه. فرح في المطريه حضرتك عربون 1500 جنيه. اتفضل. 1500. شكرا. اللي بعده في ماتش كوره مهم جدا في مركز شباب التبين، وعايزين معروف طبعا، عايزين رمزي عشان ننور لكم الاستاد. تمام. هات 700 جنيه التبين. ايه يا رمزي في ايه يا ده؟ الحالة دولة في ايه؟ الحالة مش حاسس ان انا فصل. رمزي رمزي ولا ايه ده؟ ده فصل ش... ايه يا سناء، ايه اللي موقفك كده؟ ما تروحي تفتحي الباب. طب ما انت قولي لاختك اللي ملهاش لازمه دي، لا في البيت ولا في الدنيا ليها اي لازمه، تروح هي اللي تفتح الباب. لا يا حبيبتي بقى، انا لسه ما اتجوزتش ولسه ما دخلتش دنيا كمان، يعني المفروض بقى اللي تفتح الباب يا اما تكون متجوزه يا اما تكون متطلقه. مجيده روحي افتحي الباب بدل ما تقعدي كده زي تنابله السلطان. انا تنابله السلطان؟ انت مجنونه، انت بتقولي ايه؟ اولا تروحي انت، لان انتوا كبار السن هم يروحوا يفتحوا الباب علشان السفاح مش هيبص لشيخوختهم. ها انا كبار السن؟ امال انت تبقي ايه؟ يلي صورك وتماثيلك بتتباع عند ابني في البازار. شوفوه فعلا. انت قصدك ان انا موجوده من ايام عهد الفراعنه؟ جامي، اوعي تقولي كده. خلاص ايام الفراعنه. خلاص انا اللي هروح افتح الباب. لا اوعي يا حبيبتي، انت ما تضحيش بنفسك علشاننا. يا مامي يا مامي يا حبيبتي، السفاح بيخطف الستات، لسه ما فتحش قسم جديد للعيال الصغيره. روحي يا بنت افتحي باب خلصينا. بصي يا ياسمين، افتحي عادي ما تخافيش، بس اما تفتحي باب اسالي على كلمه السر. ماشي اوكي. مين على الباب؟ افتحي الباب يا ياسمين، انا بابا. بابا طب انت معاك مفتاح الشقه، افتح انت. انا شايل شال كتير مش عارف اطلع المفتاح من جيبي. افتحي يا ياسمين. ماما ده بابا. لا يا ياسمين لا، ممكن ما يكونش بابا. لا لا لا، اقولك على حاجه، اسالي اذا كان كده السفاح ولا لا. ماشي بابا. هو انت السفاح؟ لو ما فتحتوش الباب هبقى السفاح واخش اموتكم كلكم. ايه سهبلوا ساعه واقف بره مش عايزين تفتحوا. نعمل لك ايه يا عادل؟ ما انت اللي صوتك شبه صوت السفاحين. بقول لك يا سناء، انا مش ناقص، انا جاي من بره مدخن، مش ناقص حد يتكلم معايا. بقول لك ايه، هم قبضوا على السفاح ولا لسه؟ لسه يا ستي. طيب ايه ده بقى شكلك كده ما جبتليش التوث بيكس بتاعتي. خلت السنان نسيتها فيها حاجه دي. ايه ده يا نهار ابيض، اقصى عليك يا عادل، ما جبتش معجون الاسنان بتاعي. نسيت معجون السنان فيها حاجه؟ اوعى اوعى تقول حاجه، اوعى اوعى. يو يا عادل بقى، انت كمان نسيت الفرشه بتاعت السنان بتاعتي؟ نسيت فرشه سنان؟ انتوا مش مركزين غير على السنان، فرشه سنان وخل سنان ومعجون سنان. اجيب لك يا ماما دكتور سنان؟ لا يا حبيبي، انا عايزه اي نوع من اللبان. حاجه برضو بتتحط على السنان يعني، انا مش هتعملوا اعلانات سنان ولا ايه؟ انا مش عارف. الله في يا عادل، مالك عملت طق شرام من ساعه ما دخلت؟ انا مش فاهمه، انت متوتر ليه؟ كل ده عشان جبت لي طلباتي؟ يا ريتها جت على طلباتك يا ستي، المشكله ان انا بجيب طلبات ست ستات. الله، طب واحنا نعمل ايه يا عادل؟ هنفضل محبوسين في البيت لغايه ما يقبضوا على السفاح؟ قدامهم وقت بقى براحتهم عقبال ما يقبضوا عليه، سنه 2 3 8 10 10 سنين؟ لا
انا مش هفضل 10 سنين شغال عبد ومشاوير ابدا. السفاح ده انا لازم اتصرف. يا دكتور كفري، ايه الاخبار؟ مفيش امل ان الواد رمزي ده يرجع يكهرب تاني؟ ما اعتقدش، ده فاصل كهرباء خالص. يا نهار ابيض، فاصل كهرباء؟ طب مفيش اي حل؟ مثلا نعمل له وصله ارضي، نعمل نغير له سلك، نغير له شرايين. ده انا واخد عربين من ناس كتير قوي يا دكتور. مفيش امل، دي حاله نادره خالص بتحصل بين مليار بني ادم كل مليون سنه، وزي ما بتظهر فجاه بتختفي فجاه. دي مش فجاه، دي فجعه يا دكتور، فجعه. السلام عليكم. ماشي يا دكتور، ماشي ماشي. يخرب بيتك، هتفضل مقضيها. ايه اللي احنا سمعناه ده؟ يعني ايه رمزي قاطع شحن؟ لا ده انا دافع عربون. ايه ده بس يا عم شقلباص؟ بلاش شقلباص بلا هباب، بلاش شقلباص بلا هباب، ده انا شقلبخه المحل ده على دماغكم من فوق. ايوه حضرتك، يعني معلش ده حاجه غصب عننا، هو فصل لكن ان شاء الله هيرجع تاني. يعني حضرتك اصبر عليا. هجوم، فلوسنا هتروح. يا نصابين، الله على النبي، بس يا جماعه، يا جماعه اسمعوني، افهموني بس. الراجل فاصل شحن، هو اساسا واطي، هنوصل له كابل ضغط عالي، هيبقى زي الفل ان شاء الله. تعالوا بس ايديكم معايا وكله هيبقى تمام. ماشي. تعالوا تعالوا، يلا معايا هنا، معايا هنا، يلا ارفع 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 ارفع.